كما أضاف ربيع خلال مؤتمر لأبرز إنجازات الهيئة وحصاد عملها بأنه من أول يوم لافتتاح قناة السويس الجديدة وهي تدر دخلا للمصريين، ولفت إلى أن الرئيس السيسي أمر بتعميق القناة وزيادة 10 كيلومترات لزيادة وتطوير استيعابها للسفن المتنوعة الأحجام والأحمال. من أول يوم افتتح قناة السويس الجديدة يوم 6/8/2015 وبدأت السفن تعبر في نفس اليوم دون ويدخل دخل لقناة السويس وللمصريين. بعد كده قرار آخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي 21 بتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، والجزء اللي كان حصل فيه الحادثة بتاعت ايفر جيفن من 40 كيلو من كيلو 120 تركيب القناة لكيلو 160 تركيب القناة، بزيادة العمق العرض بتاع قناة 40 متر جهة الشرق والتعميق من 66 قدم ل 72 قدم، يعني 24 متر 27 متر، وإضافة 10 كيلو متر كمان لقناة السويس الجديدة.